vai falar agora com a bandeira dos dois está aqui. Thank you.
السلام عليكم. هذه القصيدة تتكلم عن حقوق الطفل بشكل عام. كل طفل بهسه مرهون وله حقوق، وش حال اللي كرمه الله وعاقل ما دام خطا والبشر ما عاد الخطوق، لو بعزة الله كل حق لصاحبه واصل. نعرف تقولون عنا ودايم تقولون، ويمكن ما نقدر نوصل لكم طول المطارق، لكن الجهل والنور له كثير الظنون، والحمد لله وصلنا منه بالحق صادق. الإنسان عبرة مني خذوها دايم وصون، إلا اللي ما عاد همه قيمته وقيمة نزل مسابق. ما فرق الله بالحق بين كبير صغير وعيون، خلاها بالعدل نزل سلامه الصادق. صحيح تكونون صغار بالعمر والعدل بعد يدخلون، لكن الحق حق والتمرد أبد مسابق. كل شيء لا زاد عن حده يصير مجنون، والاحترام لكم مع بيض وحلوى المطارق. أبوي وأمي أبوك وأمك كلهم ترى يحبون، ونخطو ما نقول عوض الله المشارق. تعلمنا حق الرعاية حق الحماية وحفظ الوصون، أبد مو يعني الاحترام يصير شيء عالي، بالعكس صحيح كبروا بعيوننا كل اللي يهمون. وابونا هنا لحضرة شيوخ والمسايق، يا ابوه يا امه يلي لكم الحق ويلي انتم بعد تخافون، الله عطاكم الخير وش لكم بالكدر والتضايق. الله بالخير بناس امثال تقدير ما يذكرون، مو لشيء لكن الله وحده العاتق. بالاخر وصلنا للي له ألف مرة ومرة دائما تمدون، والحمد لله ثم للي خلوا فيها حلو المسايق. تعلمنا وتعلم المصايل أبد مظنون، تعلمنا وصار المنطق بالحق سابق. نقدم لكم كامل الشكر لأهل الخير وأهل الديون، شكرا بقولها أنا بخطر حلو.